عمرنا ما هنبقى لوحدينا، ما احنا زي ولادكو. ربنا علشان راضي علينا احلى هدية انكو حوالينا واحنا زي ولادكو. مستنيينكو كل يوم بس النهاردة بالذات كلكم وداكو. ايوة النهاردة بالذات اول جمعة من ابريل عايزينكم معانا، اليوم هيحلى بوجودكم. اوعوا النهاردة متجوش نزعل لو النهاردة فاتكم. اوعوا النهاردة متجوش مستنيين اليوم ده عشان نشوف. اليوم ده هيفرق معانا كتير، مش هناخد من وقتكم كتير واحنا زي ولادكم. الحقيقه بيسعدنا المشاركه السنه دي ما بيننا وبين كليه تمريض وكليه اعلام وصيدله، يعني لاسعاد هذه الفئه المحرومه من المجتمع اللي احنا بنحاول نعوضهم في يوم في السنه. فطبعا الدكتوره تيسير وبقيه فريق العمل عملوا انجاز، واحنا بنشكر جدا الام تي اي، استاذ الدكتور نبيل، استاذ الدكتوره الفت، الدكتور وليد على الدعم المستمر لكل الانشطه الطلابيه اللي احنا بنعملها. وطبعا انا بوجه شكر خاص للميديا نيفين هانم وفريق العمل اللي معاها، لانه لولا كده، لولا ان احنا بنسجل حاجتنا بنقول للناس الحمد لله الاكتيفيتيز اللي باينه للمجهود المعمول، المشاركه الجميله، وطبعا شيء جميل خالص اننا تشاركنا تمريض. دكتوره تيسير ميرسي قوي على اليوم الجميل ده، انا سعيده طبعا ان انا ببقى معاكم يعني، والسنه اللي فاتت برده كان يوم جميل. طبعا انا بشكر كل الناس اللي بتحاول تسعد طفل يتيم يعني، وان شاء الله كله في ميزان حسناتهم. طبعا دكتوره الفت، دكتور نبيل، استاذ محمد فريد، طبعا دكتور نجيب على طول داعمنا وبيشجعنا، سياده العميده دكتوره هدى زكي، بصراحه كل الناس، استاذ خالد، الف 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 شكر، وان شاء الله دايما باذن الله. شكرا سياوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباح الخير، احنا النهاردة في يوم جميل. أنا دكتور هالة الطلحاتي، مدرس العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام، ومعنا مجموعة من طلبة الكلية بنقضي يوم جميل مع أبنائنا الأطفال الأيتام، احتفال بيهم بيوم اليتيم. وده طبعا في إطار مشاركة الجامعة للمجتمع بالاحتفال بالمناسبات وخاصة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية ليهم. الحقيقة ده مش أول إيفنت بتنظمه الجامعة للأطفال الأيتام، هي دايما بتحتفل بيهم، دايما بتشارك، بتحاول إنها تدخل البهجة والسعادة على هؤلاء الأطفال اللي هم فعلا محتاجين. وفي الحقيقة إحنا النهاردة اللي بنسعد بيهم أكتر من سعادتهم هم بوجودهم معنا هنا. هوت الجامعة عاملة يوم جميل قوي قوي، موفرة مجموعة من الألعاب زي ما حضراتكم شايفين، مجموعة من عربيات الفشار وغزل البنات والتسلية والأراجوز. بنحاول إن إحنا نعمل حاجة مختلفة شوية، كمان الأهم إن إحنا نعلم ولادنا الطلاب إزاي يشاركوا الغير ويشاركوا المجتمع في كل مناسباته واحتفالاته، ويكونوا أشخاص إيجابيين وفاعلين. مهمة الجامعة مش التعليم بس، لا، تنمية الشخصية، وده دور مهم وأساسي بتقوم بيه. احنا كمان ككلية إعلام ومتخصصين في الإعلام والتغطية الإعلامية معانا عدد من الطلبة مش بس بيشاركوا بالبهجة والسعادة للأطفال، لا، كمان بيغطوا الحدث إعلاميا بتصوير ولقاءات وتغطية إعلامية، سواء هم يستفيدوا بيها في أفلامهم التصويرية وشغلهم ومشاريعهم
اللي بتبقى مطلوبة منهم أو لجريدة الكلية. أحمد قد الفرع الخامسة كلية علاج طبيعي. الحمد لله دي السنة الرابعة على التوالي إن إحنا بننظم يوم اليتيم النهاردة عندنا في الجامعة. الحمد لله الجامعة دايما حريصة برئاسة الدكتورة ألفت كامل إن الحفلة دي لازم تتعمل كل سنة. كل سنة بتفرق موضوع معانا عن السنة اللي قبلها. السنة دي معانا العدد أكبر بكتير من العدد بتاع المرة اللي فاتت. السنة دي معانا 120 طفل. الألعاب معانا النهاردة أكتر. الشوز أكتر من كل سنة. إن شاء الله اليوم بتاعنا بداية من الساعة 9 مكملين لحد الساعة 4. وإن شاء الله يعني اليوم يطلع بالشكل اللي احنا نأمله زي كل سنة. الجامعة تبقى متألقة فيه. هشام البرجي مدرس مساعد بكليه الاعلام قسم الاذاعه والتلفزيون. طبعا احنا النهارده بنشرف باستقبال الايتام احتفالا بيوم اليتيم من مختلف جامعات الاهليه، واحنا هنا طبعا سعداء جميعا. الجامعه بتعمل الاحتفال ده بشكل سنوي، بنحتفل باليتيم، بنقدره، بنحتفل بيه من جميع الكليات، مش بس كليه الاعلام طبعا لا، لكن احنا منوطين ان احنا نغطي الحدث ده. النهاردة بنستقبل حوالي 120 طفل من مختلف دور الأيتام والرعاية. عاملين مختلف الأنشطة النهاردة، في محاضرات بتقدم من مختلف الجمعيات، مختلف الكليات. هنا برضو عندنا أنشطة وألعاب بحيث نسعد الطفل ونسعد اليتيم طبعا في يومه، وبنقدر يعني الحالة دي ومجتمعيا وفي ظل المشاكل المجتمعية
في أنشطة كتيرة موجودة على مدار اليوم أو برنامج حافل حوالي 3 ساعات أو 4 ساعات. طبعا الطفل من خلاله بيتعلم وبيلعب، بيبقى في الآخر محصلة كاملة إن إحنا بنحتفل بيوم اليتيم، وبنقول إن إحنا جنبك، إحنا معاك، إحنا أهلك في جميع الأحوال. إسراء محمد، مسؤول الدعاية والتسويق بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في الجامعة الحديثة. إحنا الممثل الأول لطلاب الصيدلة في الجامعة الحديثة من سنة 2011. إحنا كمان متابع الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EBSF اللي موجود في أكتر من 30 كلية على مستوى الجمهورية، وكمان تابع الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة IBSF. إحنا سعدنا النهاردة إن إحنا موجودين في الجامعة، إن إحنا بننظم الاحتفالية يوم اليتيم للسنة السادسة على التوالي تحت إشراف الجامعة، وكمان بالتعاون مع بعض كليات الجامعة. بنشكر جدا الجامعة على استضافها لليوم ده فعاليات اليوم، وإن إحنا بجد نساهم في سعادة الأطفال. وبشكر جدا الكليات المساهمة في اليوم، كما أشكر السيد رئيس الجامعة أستاذ دكتور ألفت كامل، ورئيس الأنشطة الطلابية أستاذ خالد معتصم، كما أشكر عميد كلية الصيدلة أستاذ دكتور علاء شوقي، ووكيل الكلية أستاذة دكتورة خديجة كيلاني. شكرا. أنا ياسمين أنور من كلية علاج طبيعي. النهاردة إحنا بنحتفل بالأورفنز دي، يوم اليتيم. ده يوم مهم في السنة، لازم طبعا كلنا نهتم بيه. اليوم ده ممكن يكون بالنسبة للطفل من أهم أيام حياته، لازم نبقى حواليه، نحسسه إن إحنا معاه، نحسسه إن هو مش لوحده، وإن إحنا دايما جنبه ونفرحه. يعني فرحة اليتيم دي بتبقى حاجة كبيرة بالنسبة لنا، يعني الواحد لما يشوف واحد يعني منهم مبسوط وفرحان، فدي طبعا فرحة بالدنيا. احنا مبسوطين قوي ان انتوا بتقضوا معانا يوم، ولو نمتلك من الوقت ومن الطاقة ان احنا نبقى معاكم كل يوم كنا عملناها، بس نظرا لان احنا عندنا ولاد تاني اكبر منكم شوية بنعلمهم،
عشان خاطر يبقوا انتوا زيهم ان شاء الله دكاترة قد الدنيا، يبقى انتوا زيهم ان شاء الله ليكم مكان جميل في المجتمع، واحنا سعداء ان انتوا بتنوروا الجامعة الحديثة، وإدارة الجامعة ممثلة في الأستاذ الدكتور نبيل داعبس، الأستاذ الدكتور ألفت، الدكتور وليد، إدارة الجامعة، العلاقات العامة بالجامعة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التمريض، كلية الصيدلة وإعلام، منورنا وبنحتفي بيكم وسعداء بوجودكم معانا، ويا رب إن شاء الله يعتبر اليوم ده يوم جميل بالنسبة لكم تستمتعوا به. في جميلين صغيرين عمالين يبصوا بس هم مش عارفين انا بقول ايه، لكن احنا هنستمتع بان احنا نبقى معاكم النهاردة وتنبسطوا معانا، واخواتكم الكبار الطلبة والسادة الاعضاء التدريس هيمتعوكم بصحبتكم في الانشطة اللي موجودة جوه الجامعة. والاستاذة ايمان الحقيقة أنا بتعمد إن أنا أتشرف بدعوتهم يبقوا معانا، لأن إحنا محتاجين حد دايماً يكلمنا عن إن إزاي إحنا نحمي نفسينا وإزاي حد يهتم بينا من المجتمع، لأن أنتوا على رأسنا، جزمكوا على رأسنا من فوق. وإن شاء الله السادة المشرفين بتوعكم يكونوا إن شاء الله مثال جميل للرعاية وللاهتمام. احنا سعداء واتمنى ان شاء الله ان انتوا تقضوا يوم يخفف عليكم من الاعباء في معظم الوقت، واحنا اي حاجة تأمرونا بها النهاردة احنا هنقدر ان شاء الله نعملها عشان نسعدكم تقضوا يوم معانا جميل. ما تيجي نلعب مع بعض لعبة الدكتور ونمثل، انا دكتور وانت عيان، واديك حقنة هنا. ايه ينفع ولا ينفعش؟ مش فكره عيب، ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه؟ عشان هو مش ايه، مش دكتور. مين بس اللي يعمل كده؟ البنت. ينفع حد يلمسها هنا؟ طب هنا، هنا عادي، هنا عادي، في ايديا عادي، في كتفي عادي، لف بس. طب هنا، طب هنا. سؤال، البوسه لو حد عرف البوسه تبقى فين؟ او فين؟ طب لو انا شايفه بيبي نونو صغير بيعيط فينه؟ اهو اهو. بيبي نونو دي بنت ولا ولد؟ ولد. ما شاء الله، اسمه ايه؟ معاذ. معاذ لسه يا معاذ 25 يوم بس، ده بيبي خالص. ده ينفع لبسه في حده؟ لا. ينفع لبسه في فوقه؟ البيبي يا ولادي بس فين؟ عارفين؟ في دماغي. في دماغي. ايه؟ ما نقربش اصلي، لو انا عندي برد وقربت منه. يعني عشان مناعته ضعيفه. ادي معاذ اهو، بص معايا. معاذ بيبي صغير. تعالي يا ولد. معاذ اهو عنده قد ايه؟ 10 كيلو. يعني نقول شهر. بيبي صغير، اوكي؟ احنا قلنا ما بينفعش نبوس حد فيه. والبوسه تبقى فيه لو حد عرفه. طيب ده بيبي صغير، لو قربت منه وانا عندي كحه هيحصل ايه؟ لو قربت منه وانا مش مغاسل ايدي او واكل اكل في بقي هيحصل ايه؟ لما اجي ابوسه عايزه ابوسه استاذن الاول منين؟ مامته او من المشرفة. وابوسه فين؟ في ايدي. او فين؟ ممكن في رجله لو في الصيف، لكن اقرب منه بقي؟ ليه؟ عشان بيبي ايه؟ ندي سالفه كلنا المعاذ. عمر يلا استنى، بص كده عمر وهو بيغسل. عمر بيغسل السنان صح ولا غلط؟ غلط. السنان بنغسلها كده يا ولاد؟ لا. امال ازاي؟ ايوه انت بنت تقول ايه؟ انت قولي، قولي ليه؟ ايوه ليها طريقه. ازاي؟ انا عايز اتاكد بس ان دول شايفين. من فوق لتحت، من تحت لفوق. ارزقك يلا، من فوق لتحت، من تحت لفوق، من فوق لتحت، من تحت لفوق. تعالي هنا يا ندى، انت وانت وعمر. يلا نرسل تاني، واحد اتنين تلاته، من فوق لتحت،
من تحت لفوق. لا لا خسرناها كويس، ومن فوق لتحت، من تحت لفوق. خلاص شكرا يا عمر، شكرا يا فاطمه. يلا بقى يا ندى روحي اغسلي سنانك ورينا النتيجه هتكون ايه. اوعى تخلي اي حد يمسكنا، او تخلي اي حد يمسك كده. عشان ايه؟ علشان ده جسمك انت، مش من حق اي حد، مش من حق اي حد يعمل كده. حاضر حاضر. اوعى تخلي اي حد يمسكنا، او تخلي اي حد يمسك كده. ايوه علشان ده جسمك انت، مش من حق اي حد، مش من حق اي حد يعمل كده. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.